نحفظ ولله الحمد أننا نحفظ هذا منذ صغرنا قول الإمام الأستاذ الذي كان يلقب بالأستاذ لبراعته في علوم متنوعة وهو الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق هذا الكتاب الحافل بالفوائد يقول وأجمعوا يعني أهل السنة والجماعة والحمد لله أننا منهم على منهاجهم وعلى طريقتهم قال وأجمعوا على أنه سبحانه لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة لذلك كان اسم الله تعالى القديم بمعنى أنه لا ابتداء لوجوده لا بمعنى جريان الزمن على وجوده سبحانه وتعالى بل هو سبحانه الذي يجري الزمان على خلقه فيتفاوت الخلق في الأزمنة التي وجدوا فيها آدم عليه السلام كان أول هذا الجنس البشري فلوجوده بداية وهو أقدم منا بكثير في وجوده نحن وجدنا بعد طي زمان بعيد عن نبي الله ورسول الله آدم عليه الصلاة والسلام فيوجد تفاوت في زمان وجودنا وزمان وجوده لكن الذي يجمع بيننا وبينه الذي يجمع بين وجودنا ووجوده عليه الصلاة والسلام أننا جميعا وجدنا بعد عدم لم نكن موجودين فأوجدنا الله وبوجودنا جرى علينا زمان حين نوجد يجري علينا الزمان فالزمان لا يجري على الله سبحانه وتعالى وأجمعوا على أنه سبحانه لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان.